طيب شايف ازاي تعامل مجلس اداره نادي الزمالك بهدوء تام، وخلينا نحط سلوجن او عنوان الملف ده في ملف بكل مفتوح، هدوء، شايف ازاي تعامل مجلس الاداره فيه؟ انا كنت اتمنى ده يحصل، يعني خد بالك من ضمن الامنيات بتاعتي وانا صرحت بيه على فكره، يعني كانت في ناس بتهاجم، يعني كان في ناس بيهاجموا وجود فتوح، انا كنت بطلع اقول لا، الراجل لو قدم اعتذار وقبله مجلس الاداره وجمهور نادي الزمالك بس خلاص مش هندبحه، يعني هو الموضوع انتهى. كل انسان بيغلط، انا بغلط وغيرك بيغلط، انا بالنسبه لي من ساعه ما طلع قرار تجميد فتوح كان ممكن القرار ده لو حد من مجلس الاداره سمعني وانا بقول كان ممكن يزعل مني طبعا ان انا قلت كده، بس انا بقول لك كان انا عندي حدث ان ده ممكن يحصل، لان انا عارف ان الناس اللي ماسكه دي برضو عندهم نوع برضو من انواع الانسانيه، يعني صحيح في قرارات صارمه، في قرارات صارمه عشان نوري اللعيبه كلها ان مفيش حد اكبر من الزمالك طبعا، ده شيء خلاص منتهي، بس كمان في بعض الاشياء اللي ممكن ابنك ممكن تعفو عنه، انا كنت متصور كده، فالحقيقه هم عملوا كده، يعني انت عايز مجلس اداره او مسؤول عن عمل حاجه كل جمهور نادي الزمالك سعيد بيها دلوقتي، هطلع انا اقول له لا انت عملت حاجه غلط؟ لا طبعا. هاي ما انا لا، مش عشان ايه، مش عشان انا احاول ارضي الناس المسؤوله اللي في النادي، صح يا ده راجل، انت اي واحد بيعمل حاجه كويسه تكون نتيجتها كويسه لازم يشكر.